أخبار المهرية باختصار. مسلحون يهاجمون مقر منظمة فرنسية في عدن بقنبلة صوتية، ورمى مسلحان القنبلة أمام مقر المنظمة في حي السلام بمديرية خور مكسر. منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة منتهكي حقوق الصحفيين، وتعرض نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر للتهديد بالقتل في صنعاء. مطالبات في سقطرى بحماية مياه الأرخبيل وتفعيل دور الرقابة والتفتيش. الهيئة العامة للمصائد طالبت بوقف الاصطياد العشوائي للسفن الأجنبية. إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع لاعب في نادي برشلونة خلال الانتقالات المقبلة، ويرغب النادي بضم ظهير برشلونة إيميرسون والمعار لصفوف ريال بيتيس. دراسة بريطانية كشفت أن الإنسان بدأ بتدجين الكلاب منذ 11,000 عام، وبحسب الدراسة فإن الكلاب انتشرت قبل آلاف السنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. إلى اللقاء باختصار آخر.